الرحمن الرحيم. اليوم بنفق العسكريين تحركت النخب من طلبة وأساتذة من طلبة الكليات والمعاهد في هذا المكان لأن نبين أن النجف ذات مظهر حضاري وثقافي وعلمي عكس ما أشيع إليها في الوقت الحاضر. الآن تشوفون الطلبة ومن مختلف الكليات والأساتذة وأساتذة الجامعات طبعاً وأيضاً المتطوعين من أبناء النجف أرادوا أن تكون هنالك لمسة لهم في هذا النفق. هذه مرحلة أولى. المرحلة الثانية إن شاء الله راح ننطلق باتجاه ثورة 20 وأيضاً راح تكون لنا لمسات أخرى. هذه اللمسات راح تخلد ثورة 20 بإذنه تعالى وأيضاً سوف تخلد دماء الشهداء التي نسير عليها على هذا الطريق. طبيعة اللوحات أنه تخلد ثورة 20، تخلد دماء الشهداء، ولذلك تشوف الآن الشباب اللي موجودين أكثرهم فنانين تشكيليين بمساعدة المتطوعين، عبارة عن لوحات فنية تبين وجه النجف وتبين أيضاً ذلك الطريق الذي رسمه لنا الشهداء رحمة الله عليهم. فراح تكون لوحات متنوعة تمثل ثورة تشرين مثل ما قلنا وأيضاً وجه النجف الحضاري والفني. إحنا نريد نوجه رسالة إلى أخواننا في ساحة التحرير من خلال هذا المكان ومن خلال هذه الوجوه الشابة. نعتبر أنه الشباب هم الطاقة، هم الطاقة ودعامة رئيسية في بناء هذا الوطن، ولذلك غيبوا قصراً عن أخذ دورهم الحقيقي في بناء هذا الوطن. نريد نقولهم إحنا من هذا المكان إلى شباب التحرير ثورتنا السلمية وتبقى السلمية، وراح تشوفون أن إحنا الشباب دورنا في بناء هذا الوطن وليس في تخريبه أبداً. في كل أرجاء العالم تبتدئ الثورات من شبابها الواعي، كل ثورات العالم تبتدئ من شباب الجامعات والطلبة ليصنعوا مستقبلاً زاهراً عظيماً. انتفض الشباب جميعاً ليصنعوا مستقبلاً زاهراً، ليصنعوا بأناملهم ويخطوا بأناملهم مستقبلاً عظيماً مشرقاً. اللهم يبارك هذا المستقبل الزاهر الذي كلنا ننتظره إن شاء الله، مستقبل جميل فهو لهم والحياة لهم، نحن سننعم إن شاء الله بسدهم إن شاء الله. الله يبارك بهم إن شاء الله. اليوم احنا طلاب تجمعنا من مختلف الجامعات حتى من خلال هاي المبادرة حتى نعكس الصورة السلمية للثورة. تجمعنا حتى نبين ان النجف لا زالت بخير وبعدها بخير بشبابها بطلابها والمثقفين اللي بيها، لان النجف عرفت منذ قدم الزمن هي مدينة الحضارة والثقافة والتطور. احنا مجموعة من الشباب من طلاب جامعات ومعاهد اتفقنا بجروب على مود نجي هنا نرسم ونبين انه النجف بها طاقات هواية، والرسومات مالتنا تخلد الثورة وترمز للشهداء أكثر شيء حتى يبقى بصمتهم هنا، وحتى همنا نترك بصمتنا احنا بهذا المكان لأن هاي الثورة هي ثورتنا، ثورة الشباب. احنا مجموعة من الشباب نجف الأشراف طلعنا حتى متطوعين نرسم بشواعر النجف حتى ننقل الثورة صارت في العراق ونخلدها احتراما لشهدائنا اللي راحوا، وان شاء الله نكون نجفنا احلى وارتب باذن الله. عملة شبابية، مجموعة من الشباب النجف الأشرف الواعي الأكاديميين من طلبة الكليات وخريجين حاولوا يسوون شيء جميل للنجف من أجل النجف أجمل، حاولوا يثبتون أن المتظاهرين مظاهرات وعي، مظاهرات وطن، يدعون بشيء من أجل الوطن، يبنون حاولون يبنون فكرة ولو فكرة أنه جميلة يثبتون بها للناس وعيهم ومبدأهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك مبادرات حلوة وتثبت للعالم احنا بنضربنا عن الدوام، مو معناها احنا كسلة وقاعدين بالبيت وما نريد الدوام، لا، احنا طلعنا نريد وطن، نريد نعمر هذا الوطن. طلعنا مبادرات حلوة، هذا اللي يصبغ، هذا اللي ينظف الشارع، مو معناها احنا كيفين على هذا الاضراب عن الدوام، لا بالعكس، احنا هذا الشيء اذينا، بس طلعنا نريد وطن ونريد حرية، وان شاء الله نتخلص من كل الفاسدين بجهود الشباب وبجهود الفكر الواعي. مبادرة شبابية طوعية دليل على أن مظاهرتنا سلمية من أجل تنظيف النجف، مدينة النجف الأشرف، ونحن جيل واعد ومستقبل واعد.
العسكري. ومعاهد كطبقة واعية، كطبقة تأثر على الشارع العراقي، خرجنا في هالمبادرة اللي كلش بسيطة، هي اللي واجب على كل عراقي، مو فقط الطلاب، شريحة الطلاب والأساتذة. خروجنا يدل على سلميتنا، احنا جاي نوصل سلميتنا للناس، جاي نوصل صوتنا انه احنا خلاص بعد لازم ننتفض من ذاك الجهل اللي احنا كنا بيه بسبب حاكم، بسبب طغاط. السلام عليكم. مشاركتنا اليوم بحملة من النجف أجمل نعكس بها أولاً صورة عن مدى سلمية الاعتصام والتظاهر الطلابي، ثانياً لنشر وعي وثقافة ونثقف المواطنين بأهمية النظافة وأهمية المحافظة على ممتلكات العامة والجدران، ثالثاً والأهم نقطة هي حتى ننشر وعي ثقافي بين المجتمع عن أهمية النظافة والوعي الثقافي بين المجتمع. احنا مجموعة من الرسامين حبينا نمثل هاي الثورة بطريقتنا، احنا جينا نرسم هنا بالنفق. أنا شخصياً رسمتي تعبر عن السلمية، سلميين ورح نبقى دائماً سلميين. السلام عليكم، احنا مجموعة من فنانين ورسامي النجف، اليوم قمنا بحملة تطوعية إن شاء الله لتجميل مدينة النجف أولاً، ثانياً لعكس سلمية التظاهر اللي موجودة بالنجف. أكو صارت أحداث خارج نطاق السيطرة التنسيقيات اللي موجودة بالخيم، إن شاء الله اليوم احنا طالعين هنا بنفق العسكريين بمدينة النجف انه نرسم ونبين احداث الثوره وسلميتها والفكر اللي موجود هماتين بيها. عندنا عده رسومات راح تكون تقريبا 35 او 40 رسمه اليوم راح ننفذها، مجموعه من الرسامين والمتطوعين هماتين، يعني تقريبا عددنا 100 اليوم موجودين هنا ان شاء الله، وان شاء الله العدد يزايد. الافكار اللي راح تنطرح هنا من الرسومات هي اصلا يعني موجوده من الصور اللي موجوده ثوره الاعتصامات اللي صارت مال اكتوبر، اضافه الى افكار جديده هماتين احنا طوعناها لتكون بخدمه الاعتصامات، وان شاء الله تكون مدينتنا سالمه وامنه وتستمر السلميه بها التظاهرات. بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن حمله النجف اجمل يقيم شباب النجف الاشرف هذه الحمله صبغ الارصفه والانفاق والجسور لكي يبينون سلميه النجف الاشرف ويعكسون صورة طيبة لهذه المحافظة ويأكدون على استمرار الاعتصام السلمي طول هذه الفترة، وإن شاء الله ثورتنا تكون لها انتصارات جيدة ويغيرون المطالب اللي طالعين عندها. السلام عليكم. نخبة من شباب النجف الواعي المثقف، ارتأى أنه ستكون هنا حملة لصبغ وتنظيف نفق العسكريين، وهاي الحملة انطلقت من شباب النجف الواعي على اثر انه يكون رسم الجدران، صبغ الارصفه، وكثير من الفعاليات نبديها احنا كشباب يقودها الشباب الواعي النجفي العراقي. وشكرا. مرحبا، نقيم مجموعه شباب من محافظه النجف بحمله سميناها النجف اجمل، والآن بدأنا في صبغ النفق العسكريين لننقل أفضل صورة عن المظاهرات. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تشوفون هاي الحملة انطلقت من طلاب النجف، من طلاب جامعة النجف انطلقت الحملة حتى تأكد صورة مظاهرة النجف السلمية لإبعاد الشائعات عن خروج المظاهرة إلى خروج المظاهرة من سلميتها. انطلقت هاي الحملة من الشباب عن طريق تعبيرهم عن سلمية عن طريق رسومات راح ترسم ان شاء الله بالنفق، وان شاء الله بالايام الجايه راح ترسم مكانات اخرى. انطلقت الحمله للنجف اجمل، طبعا احنا مجموعه شباب كليات ومعاهد وخريجين، حبينا اولا يعني نطلع فد مبادره نخلي النجف تبين هي النجف. النجف مو بس مقبره، النجف يعني اللي ماخذيها عنا. النجف ثقافة، النجف علم، النجف بها كل الفنانين بشتى الأنواع. يعني هسه احنا انطلقنا مبادرة الرسم حتى نبين للكل انه النجف يعني نحيها بالفن، النجف نحيها بالألوان. النجف صح احنا صح عندنا أكبر مقبرة بالعالم، بس دائر ما دائر المقبرة عندنا رسومات، عندنا ألوان حتى نبين للعالم إن النجف مو بس مقبرة. طلقنا هاي الحملة اليوم
مجموعة شباب حابين يرسمون ويعبرون عن يعني عن طاقتهم الفنية، حتى يبينون إيش قد هم متمسكين بالنجف، إيش قد هم لهم حب للوطن. إنه يعني صح إحنا كلش محتاجين بهاي الفترة هاي الشباب وهاي الطاقات وهذا التفكير وهذا الوعي كل العراق حتى نحيي من جديد. يعني صح صارت الظروف كلش صعبة علينا، بس مع ذلك إحنا الشباب يعني راح نحييها ونعيدها من جديد، وحملتنا النجف أجمل. السلام عليكم، اسم الحملة هي النجف أجمل، انطلقت من شباب النجف الواعي المثقف طلاب الجامعات، وهي نشر الفكر الواعي ونشر أن النجف سلمية بدأت وتنتهي بسلميتها ولن تكون هناك عوائق أخرى. وانتشرت هذه الفكرة من الطالب الواعي المثقف لنشر السلمية بعدما مرت النجف بأمور عكرت السلمية فيها، ولكن الآن تعود النجف إلى سلميتها ولن تترك هذا الطريق، وإن شاء الله ثورتنا واحدة. وندعو طافة الطلاب إلى التوجه إلى ساحة الاعتصام، وإكرام الشهيد هي إكمال ثورته.
بسم الله الرحمن الرحيم. قريبين احنا من طبعا احنا من محافظة النجف الأشرف، نقدم تحياتنا لكل المتظاهرين بكل أنحاء العراق، هاي أول شيء. ثاني شيء احنا قريبين من مقبرة الشهداء، قريبين من مرقد الإمام علي، نقدم أول شيء نقدم هو نقرأ سورة الفاتحة على أرواح الشهداء اللي سقطوا في سبيل هذا الوطن. إن شاء الله هم أحياء عند ربهم يرزقون، ونقول لأمهاتهم الله يعينكم ويصبركم إن شاء الله، وأولادكم لازم لكم أبواب الجنة. الحرية ما تتحصل صورة سهلة، الحرية ثمنها غالي، ومن أراد العلا سهر الليالي. وهذا الوطن أكيد هو يستحق كل التضحيات، وكل ما يقدم العراقيين هو قليل بحق هذا الوطن، هذا الوطن الجريح المظلوم. وإن شاء الله إن شاء الله يتعافى ويرجع مثل ما نريد بهمة هاي الشباب، هاي الشباب اللي إنتاج العراق الحديث، إنتاج نفتخر به. والله والله إحنا الكبار بالأعمار يعني كنا مراهنين وكنا نتحادث يعني بالأيام السابقة أنه ما راح يرجع العراق، العراق سرق، العراق مات. يعني نحكي إحنا ونتناقش بس إحنا بداخلنا حسرة وألم بالقلب على هذا، على وطننا. لكن والله هذه إرادة ربانية، هاي الشباب اللي طلعت تستحق من عندنا كل الفخر، كل من مجاله. الشوف اللي ينتج واللي يقرأ شعر واللي يرسم واللي يمثل واللي قاتل واللي كرة يعني بالرياضة، من كل من مجاله أبدعوا. والله والله أبدعوا وكسبة والرهان بإرادة ربانية، وإن شاء الله إن شاء الله المستقبل لهم والوطن بيهم يتقدم. وأني اللي أحب أن أقوله أنه للأجي يعني للحكومات، مو بس هاي، بالحكومات اللي جاية إن شاء الله يأخذون عبرة من هذه الشباب الموجودة. والعراق منتج دائما، فحتى للحكومات اللي راح تيجي خصير هاي المظاهرات وهاي التظاهر الشعبي عبرة لكل من يلزم السلطة ويصير بالحكم إنه أكو شباب واعي مثقف يحب الحرية يحب الوطن، يضحي بأعز شيء عنده هو الدماء. أعز شيء عند الشباب هو الدماء. هاي الشباب تريد مستقبل، تريد وطن، نريد نفرح بيهم، نريد نأمن مستقبل أجيالنا وأجيال أجيالنا. والعراق كل شيء بيه من خيرات، كل شيء بيه العراق، ما يحتاج لا وصاية أحد ولا وصاية دولة، ولا يحتاج كل شيء ما يحتاج العراق، كل شيء بيه، أيادي عاملة بيه، ثروات بيه، مفكرين بيه، فطاحلة بيه، أدباء بيه، من كل شيء العراق منتج. وإن شاء الله إن شاء الله بهمتهم وبوجود رب العالمين سبحانه وتعالى ما يقصرون، وبيهم نفرح وبيهم نفتر، وإن شاء الله كسبنا الرهان بيهم. شوي ما مزحين. واحنا املنا بيهم ان شاء الله، املنا واضح ان شاء الله يفرحونا، يفرحون امهات الشهداء ويفرحون كل العراقيين. واني اللي بس اني بس شي واحد خايفه من عنده، والله والله اللي خايفه من عنده اني هو يعني ينصابون بحسد هاي الشباب، اخاف تجيهم عين، والله اخاف عليهم. فكل من يشوف الفيديو ويسمع أن يقرأ القلاقل، أربع قلاقل يقرأهن على للشباب، الله يحفظهم، الله يحفظهم. جاهاي ولاية أمير المؤمنين، ولاية علي بن أبي طالب اللي بها قبور كل الشهداء والأوصياء، يا الله. ونقرأ سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، يستاهلون العراقيين، يستاهلون العراقيين، يستاهلون العراقيين، مفخرة والله، مفخرة لكل العالم صار. اليوم احنا طالعين على إنه النجف أجمل، جروب النجف أجمل، سوينا جروب على مود يعني نغير من جو النجف، ردنا نجمل مدينتنا بطريقتنا بموهبتنا الخاصة. فقمنا ننقل واقعنا، أو مو بس واقعنا يعني ننقل دنعيشه، هو الواقع دنعيشه حاليا، على جدران النجف. فرسمنا بالنسبة لي وأصدقائي اللي وياي احنا اللي هم ثلاثة، رسمنا ثلاث لوحات، ثلاث جداريات، واحدة تعني بالحرية،
انه احنا يعني خاصه مجتمع النجف يعني مجتمع عليه كبت حريه يعني حتى بكل العراق ما تقدر تمارس كل حرياتك بصوره صحيحه. الدور اللوحه الثانيه رسمنا يعني تمجيدا بابو التوك توك او شلون نهديها لابو التوك توك على موقفه البطولي اللي صار ضد الفساد، وبمعنى انه اقتربت ساعاتكم من يوم 25 صوره من يوم 25 اقترب الساعه من يوم 25 انه الفساد اقترب ساعاته راح ان شاء الله ينتهي على هذا ينتهي هذا الفساد. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا شباب هنا تجمعنا حتى نعبر عن طريقتنا بسلميه المظاهرات. كل واحد اجى عنده فن وعنده طريقه بالرسم، طريقه بالخط، عندنا خطاطين، عندنا رسامين، كل واحد اجى بطريقته يعبر عن حبه للوطن، عن طريقته في حب الوطن. طبعا احنا محافظات مختلفه، مثلا من كربلاء عندنا ولد من النجف، من جامعات مختلفه، جامعه النجف واكو غير جامعات. فاجينا يعني مثلا هذه العباره نحن شعب يحب الحياه، نعم نحن نحب الحياه، جايين نطالب بحقنا في الحياه، بحقنا بحياه كريمه، بلدنا اللي انهب بسبب الفاسدين. الهدف انه نراويهم انه احنا ناس سلميين، ناس جايين نريد نبني البلد مو نخرب البلد، ناس جايين نعبر عن راينا بطريقه سلميه حضاريه مثقفه. ان شاء الله صوتنا نوصله، الناس تشوف هذا الفن. العراق به هواي مواهب، العراق به هواي امكانيات، به هواي شباب تقدر انه تبني هذا البلد، ترجع بالعراق الى احسن ما كان. بالاحداث الاخيره اللي صارت بالنجف حاولنا احنا كشباب وبنات نطلع ونرسم مثل ما شايفين حتى نثبت انه التظاهرات هاي تظاهرات سلميه وتبقى سلميه لوش ما يكون يعني. واحنا واخوتنا واصدقائنا تعاوننا بيناتنا حتى نكمل ونطلع النجف بصوره اجمل بحمله لنجف اجمل بدعم طبعا اخوتنا واصدقائنا الموجودين هنا. قدرنا انه نقدم ولو شيء بسيط للتظاهرات. طبعا احنا مجموعه من الشباب طلعنا اليوم نعبر عن حبنا للوطن، حبنا للنجف بصوره سلميه. اليوم طلعنا نزين أروقة نفق العسكريين بجهود ذاتية، بجهود وطنية، بسلمية، ردنا نعبر عن اللي بداخلنا عن الوطن. جمعنا حب الوطن، فاجتمعنا أنه نزين النجف ونتكون نجف أجمل ونحكي الصورة جميلة عن النجف. طبعاً احنا اجينا أنا وأصدقائي، اجينا عمود نترك مثلاً نعبر شنو بداخلنا من خلال رسمة تسوي جمالية لهذا النفق اللي إنه هو كان ما بي أي رسم أو شيء، فحبينا إحنا ومجموعة من الشباب إنه كون رسومات تترك أثر بهذا النفق. فكرة الرسمة إنه هذا رجل الفضاء بهذا يعني الشفوف مات الناس اللي جمعنا إحنا جميع المتطوعين هنا وجميع الرسامين خليناهم كل واحد يترك بصمة إنه بهاي بسواعد الناس إنه راح نوصل العراق إلى الفضاء أو إلى النجاح أو إلى الأمل يعني اللي شيء يريده. السلام عليكم، اسمي حسن حسين، ملقب حسن جرافيتي من النجف الأشرف. اليوم حبيت أقدم لوحة بسيطة إلى المتظاهرين وكل من يدافع عن حقوق الإنسان والشعب بصورة عامة. اللوحة في تقاطع في نفق تقاطع العسكريين، هي فشي بسيط إلى هذا النفق من أجل أن يصبح أكثر جمالية. أنا طالبة أديان، طالبة كلية تمييز جامعة الكوفة. إحنا أجينا لهذا النفق اللي هو نفق يعني مهمل تقريبا، خدمات ماكو، نظافه من كل شيء، فاجينا بصفتنا طلاب معاهد وجامعات نحي من هذا النفق وهواي اماكن تابعه بالتتابع راح نشتغل عليها. هدفنا وعي، هدفنا انه احنا كطلاب جامعات نوعي هذا الشارع العراقي باعتبارنا انه تاثير قوي على الشارع العراقي، نوعي الناس اللي قاعد ببيته اللي مثلا يقول مثلا انا شعليه من السوالف حتى يشوف انه الطالب لازم يشتغل، المهندس لازم يشتغل، العاطل عن العمل والعامل، الكل له واجب بهذا الوطن، الوطن مسؤول، هو مسؤول عن الوطن، الوطن يحتاجه. فطلعنا باشياء بسيطه، رسم، تلحيض، صبغ للنفق، وان شاء الله عندنا اعمال تطوعيه بعد. يعني حلوه، واحد يتشجع حتى اذا ما تعرف شيء راح تشوف نفسك مقدم في شيء كبير، حتى اذا انت بتشارك بشيء بسيط راح تشوف نفسك انه انت بنص مجتمعك، المجتمع يباوع لك، تحس بنفسك انت فخر، تحس بنفسك انه انا وين شنيت وين صرت.